الرحمن محمد عبد القادر، عندي 12 سنة، سنة 5. بدأت ساعة ما جالي كابتن محمد رأفت، جالي وقال لي أنا اخترتك تجي تلعب معانا. وبعد كده قال لي كنا قبل العيد، فقال لي تعالى لي النادي عشان تختار اللعبة، وغيرني من الألعاب وأنا قلت له السباحة. أول تمرين أكيد كان صعب، بس انا اللعبه كانت حلوه عشان احسن لعبه حبيتها. حسيت اللعبه فيها نشاط. لا مفيش تمرين. محمد عبد القادر احمد خميس، والد عبد الرحمن. عبد الرحمن مولود عنده مرض نادر اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق دوت بيبقى في عيوب خلقيه في الجسم في كذا حته يعني، فبيحتاج لجراحات اللي هي بيركب جهاز شنط في المخ وجراحات كبيره في العمود الفقري وكده. ونتيجه طبعا الفتق اللي في العمود الفقري بيعمل شلل نصفي وكده، فبيحتاج اللي هو يعمل كذا جراحه كده. فهو عبد الرحمن الحمد لله ربنا اكرمنا اللي هو عمل الجراحات كلها هو ساعه الولاده، فقعد عمل حوالي بتاع 13 عمليه كده، والحمد لله اللي احنا وصلنا لحد النتيجه ديت كده يعني، الحمد لله رب العالمين. عبد الرحمن بقى شاف كذا لعبه عجبته السباحه، وكان لجل حظه كويس يعني اللي احنا كنا تقريبا في اخر 2017 اول 2018، كانت تقريبا بعدها باربع شهور او خمس شهور كانت اول سنه ياخدوا ناشئين في اللجنه البارالمبيه للسباحه. فدخل اول بطوله هو ما كسبش، بس لجل حظه برضك كويس اللي هو ايه شارك. وفي اليوم دوت الدكتوره حياه خطاب كرمت كل الناشئين في اليوم دوت عشان تديهم دفعه اللي هم يكملوا يعني. وابتدى بقى المشوار بقى، كان بعد كده بعد اول بطوله الجمهوريه كان بقى ابتدى بقى عجبه موضوع الجري بالكرسي والسباقات. اول ماراثون طلعه كان في الاسماعيليه، واتكرم من وزير الشباب والرياضه، كان ماراثون زايد. بابايا ومامتي وكابتني كابتن علاء وكابتن محمد رأفت وكابتن علي الهندي. وزارة التربية أخدت شهادة من وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومكرم من وزارة الشباب والرياضة والسباحة بس، ولسه أطلع دكتور عشان أعالج صحابي مخ وأعصاب. اللي عنده احتياجات خاصة وبيتابعه كويس ده ممكن يتعلم منه كتير، وبيغير شكل الأسرة خالص. بيبقى فيه هدف، بيبقى عندنا هدف اللي احنا نجري وراه، بالعكس غير ما يكون مثلا ايه ناس تانية فاكرة ان الإعاقة ديت حاجة صعبة. لا بالعكس، ده هو ربنا بيكرم والله العظيم وبيسهلها لهم، والحمد لله يعني مش شايف صعوبات الا مع اللي هو مش عايز، لكن اللي عايز الدنيا بتتسهل له والدنيا بتبقى كويسة. نفسي ان انا اقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي والكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي، اوجه لهم رساله اقول لهم ما تستسلموش للكرسي والعبوا رياضه، عشان الرياضه اساس الحياه. ما تستسلموش للكرسي، مفيش حاجه اسمها اعاقه، والعبوا رياضه كتير وتاكلوا كويس وتغذوا كويس عشان الرياضه اساس الحياه.